سيدات والسادة الزملاء الأعزاء، أهلا بكم في شرم الشيخ، أهلا ومرحبا بكم في الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. اسمحوا لي أن أستهل مهامي كرئيس للمؤتمر بأن أتقدم إليكم جميعا بالشكر والعرفان على الثقة التي منحتموها لبلدي مصر، والتي عكسها اختياركم لها لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم والأكبر على الإطلاق، وانتخابكم لي لتولي هذه المسؤولية الجسيمة التي أطلع بها، وكل ثقة في أن مصر ستجد منكم كل الدعم والتأييد لنمضي معا نحو تحقيق ما نصبو إليه. وأؤكد لكم هنا أن مصر لن تدخر جهدا في هذا السبيل، وأننا سنعمل على توفير أفضل الظروف التي تتيح لكافة المشاركين من كافة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم وضمان خروجه بالنتائج التي نتطلع جميعا إليها. واسمحوا لي أيضا أن أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بعميق الشكر لحكومة المملكة المتحدة الرئاسة السابقة لمؤتمر الأطراف على كل ما قدمته خلال فترة رئاستها وما بذلته من جهد لدعم وتعزيز عمل المناخ العالمي من خلال الأداء المتميز لفريق الرئاسة البريطاني الذي قاده صديقي الوزير ألوك شارما، الذي ساعدته بأن عملنا سويا على مدار قرابة عام كامل لضمان انتقال سلس لرئاسة المؤتمر يبني على ما تحقق من زخم سياسي في جلاسجو العام الماضي، ويستكمل المسار نحو أهداف توافقنا عليها ونتائج لابد أن نصل إليها. السيدات والسادة، إن مؤتمرنا الذي يبدأ أعماله اليوم هو 27 في مسيرة بدأناها معا منذ نحو 30 عاما، وهي عمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مسيرة متصلة أثبتت جدواها وأهميتها عاما بعد عام. استطعنا خلالها أن نصبح أكثر إدراكا للخطر الذي يهددنا، وأكثر وعيا بما كشفه لنا العلم من حقيقة وتبعات هذا الخطر، وأكثر اقتناعا بما يتعين علينا القيام به من إجراءات لدرء والتغلب عليه اليوم قبل غد. إن مصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة هنا في شرم الشيخ، لنجعل من مؤتمرنا هذا نقطة فارقة وعلامة مميزة على طريق طويل لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل لنضمن وصوله إلى وجهته النهائية، ولنجدد العهد ونرفع الطموح وننتقل بجدية نحو التنفيذ وتعزيز العمل الجماعي متعدد الأطراف من خلال التعامل الفعال مع أكبر تحدي يواجهه البشرية في الوقت الحالي. إن كافة الشواهد تؤكد لنا بغير شك ولا جدال إن تغير المناخ قد أصبح خطراً واقعاً يهدد حياة البشر في كل مكان وبكافة الأشكال، ويؤكد العلم بشكل قاطع إن نمط التنمية الذي سارت عليه البشرية منذ الثورة الصناعية وحتى وقت قريب لم يعد قابلاً للاستدامة، وإن الاستمرار على هذا النحو دون تغيير جذري سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتحملها الأجيال القادمة بأكثر مما يتحملها جيلنا. ورغم كافة الأمنيات الطيبة ورغم كافة الجهود المبذولة، تؤكد الدراسات العلمية مرة أخرى من خلال أحدث التقارير الصادرة على مدار العام وفي مقدمتها تقرير اللجنة الحكومية المعنية بتغير المناخ، إننا لا نزال نواجه فجوات تتسع بشكل مقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية من القيام بدورها في هذا الجهد. ولعل ما شهده
على مدار العام من أحداث مؤلمة في باكستان وفي قارتنا الأفريقية وفي أنحاء متفرقة من أوروبا وأمريكا. لعل تلك الأحداث وما خلفته من دمار تمثل عبرة وعظة وصوت نذير يتردد في شتى أنحاء كوكبنا، يدعونا إلى اليقظة والحرص وإلى التحرك العاجل لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وفاء بالتزاماتنا وتنفيذا لتعهداتنا. سيدات والسادة، لا يخفى على أحد منا أن مؤتمرنا هذا العام ينعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على دولنا جميعا، ترتب عليها أزمات في امتداد الطاقة والغذاء. وإذا ظن البعض أن هذه التحديات من شأنها تعطيل العمل الجماعي الدولي لمكافحة تغير المناخ، فإنه من المحتم علينا جميعا هنا في شرم الشيخ أن نثبت عكس ذلك. لذا فإنني أدعوكم جميعا لأن نؤكد للعالم أننا ندرك حجم التحدي وأننا نمتلك الإرادة السياسية للتصدي له. ومن أجل ذلك فلقد كانت دعوتنا دائما أن الوقت قد حان للانتقال من المفاوضات والتعهدات إلى مرحلة يحظى فيها التنفيذ بالأولوية، ومفاد ذلك حتمية التعجيل بتنفيذ ما تراضينا عليه في الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وعززناه في اتفاق باريس وبرنامج العمل الخاص به، مع ضرورة رفع مستوى الطموح لكل الدول وفقا لقدراتها المتباينة بطبيعتها. وهنا يهمني الإشادة بالدول التي قامت بالفعل بتحديث مساهمتها المحددة وطنيا ومن بينها مصر، وأثق أنني أتحدث نيابة عنكم جميعا حينما أدعو سائر الدول لأن تحذو نفس الحذو، لا سيما وأن التقرير التقييمي الصادر مؤخرا حول مجمل وضع المساهمات المحددة وطنيا كشف أن مستوى الطموح الحالي لا يرقى للوصول إلى هدف باريس. وهنا أيضا تجدر الإشارة إلى أنه من أجل التنفيذ الفعال للتعهدات والوعود، فإن هذه المرحلة من مسيرة عملنا المشترك تقتضي مشاركة أوسع وأكثر فعالية لكافة الأطراف المعنية من غير الدول، والتي أصبح دورها لا يقل أهمية عن دور الدول، وفي مقدمتها القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني ومجتمعات الشباب والسكان الأصليين وغيرها. وتأكيداً لذلك فقد حرصت مصر خلال الإعداد لهذا المؤتمر على التشاور مع هذه الأطراف وإشراكهم في كافة الأنشطة والفعاليات، سواء فيما يتعلق بمبادرات دولة الرئاسة أو بالأيام الموضوعية المختلفة على مدار المؤتمر، بل وأيضاً في قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي تبدأ أعمالها غداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات. سيدات والسادة، إنني وإذ أبدأ اليوم مسؤوليتي كرئيس للمؤتمر لابد لي أن أدعوكم جميعاً إلى وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص إلى إنكارهما، وهما: أولاً إن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، ما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض. ثانياً، إن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل المناخ تثير الكثير من الشواغل. إذا أن تعهد توفير 100 مليار دولار سنوياً لم يجد بعد سبيله إلى التنفيذ، كما أن أغلب ما يتوفر من تمويل يميل بطبيعته إلى خفض الانبعاثات على حساب جهود التكيف، فضلاً عن اعتماد أغلب التمويل المتاح على القروض. وأظن أنكم تتفقون معي أننا لا نملك طرف الاستمرار على هذا النهج، بل يتحتم علينا تغيير مقترباتنا من التعامل مع هذا التحدي الوجودي، ويتعين علينا السعي بجد وإخلاص للاستماع والتعرف على شواغل الأطراف الأخرى وتفهمها، والعمل على الوصول إلى حلول توفيقية مقبولة تكفل تحقيق التقدم، وتؤكد بالدليل العملي ما دأبنا
على المناداة به من ضرورة ألا نترك طرفاً يتخلف عن الركب. رغم جملة التحديات التي نواجهها، إلا أن البشرية لا تزال أمامها الفرصة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، إذ ما توفرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل سوياً بشكل متسق ومتناغم، ونرى اليوم الكثير من الشواهد على ذلك. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع الطاقة المتجددة طفرة غير مسبوقة ساهمت في انخفاض أسعارها بشكل كبير، كما تطورت تكنولوجيا التكيف في مجالات إدارة الموارد المائية والقطاع الزراعي بشكل ملحوظ، وشهدت السنوات القليلة الماضية تزايداً ملموساً في وعي المجتمعات، لا سيما في أوساط الشباب، بخطورة تغير المناخ، مع عزم أكيد على التعامل مع القضية بشكل مبتكر وفعال. ونما بشكل ملموس اهتمام وإسهام المجتمع المدني ونشطائه والعاملين في مراكز الأبحاث، وتزايد دور المرأة وتصاعد دور المدن والحكومات المحلية وغيرها، مما يؤكد أن الفرصة لا تزال سانحة لوقف هذا الخطر الداهم الذي يهدد معاش وحياة الملايين في مختلف بقاع الأرض. سيدات والسادة، غدا تبدأ قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ أعمالها، حيث يتوافد قادة العالم هنا للإعراب عن التزامهم الراسخ بجهود مواجهة تغير المناخ وأولوية العمل من أجل مستقبل نتمكن فيه من العيش دون خطر وجودي يهددنا. ولا بعد خطوات من تجمع قادتنا، نبدأ نحن أسبوعين من المفاوضات والمشاورات الهامة والحيوية التي يجب أن نجتهد لتكون ميسرة ومنتجة. أدعوكم جميعا غدا إلى الاستماع جيدا لما سيعبر عنه قادتنا، وأطلب منكم الالتزام بتنفيذ توجيهاتهم وترجمة الالتزام السياسي الذي سيتردد صداه غدا وبعد غد في كافة أورقة هذا المكان إلى توافقات وتفاهمات على النصوص والقرارات التي نعلم جميعا مدى أهمية التوصل إليها من خلال هذا المؤتمر. وناشدكم جميعا أن تضعوا نصب أعينكم إن ما نحن بصدده ليس عملا تفاوضيا منفصلا عن الواقع، وأننا نخسر جميعا إن ظننا إمكانية تحقيق فريق لمكاسب على حساب فريق آخر. فمهمتنا جميعا أكثر نبلا من ذلك، تمتد أثارها لحياة ومعاش ومصالح الملايين من البشر حول العالم، ممن يعانون من واقع حي تتفاقم وطأته مع كل يوم نقصر فيه في عملنا أو نتباطأ. وليس هناك مجال لأن نهدر مستقبل الأجيال القادمة من أبنائنا وأحفادنا، فهي مسؤولية في أعناقنا. إنني لعلى ثقة كاملة إنكم تدركون حجم التحدي، وأن لديكم العزم والعزيمة على التعامل مع هذا التحدي بالكفاءة وبروح التفاهم اللازم. لقد حان الوقت للعمل والتنفيذ، فلننفذ معا من أجل البشرية ومن أجل كوكبنا. أشكركم وأتطلع للعمل معكم من أجل مؤتمر ناجح إن شاء الله. شكرا جزيلا.